والعبادة كل ما أمر الله عز وجل به فهو عبادة. الأوامر التي يراد من العبد الإتيان بها، سواء على سبيل الجزم والإلزام أو ليس على سبيل الجزم والإلزام، يعني سواء كانت فروضا أو نوافل، كلها عبادة. وكذلك ما نهى الله عز وجل عنه نهيا جازما أو غير جازم، اللي هو المحرم والمكروه، فتركها عبادة. شيخ الإسلام ذكر تعريفا قال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، اسم جامع كل ما يحبه الله ويرضاه. والله لم يأمر بشيء إلا أنه قد رضيه وأحبه، ولا ينهى عن شيء إلا تركه قد رضيه وأحبه تركه، يعني يتركه، يجب أن يترك الربا، يترك الغيبة، يترك الزنا إلى آخره. إذن هذه هي العبادة، إن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد كائنا من كان، لا نبي لا ملك مقرب كجبريل وميكائيل وإسرافيل، ولا نبي مرسل كموسى كمحمد عليه الصلاة والسلام وموسى وإبراهيم إلى آخره عليهم الصلاة والسلام، فضلا عن غير هؤلاء. إذن العبادة حق الله عز وجل، ولهذا ينبه الناس إلى هذا الجانب الذي بعض الناس الآن قصر العبادة على أفراد يسيرة، وهذا ليس بصحيح. يذبحون لأصحاب القبور ويدعونهم ويقولون هذه وسائل، هذه وسيلة فقط وليست عبادة. مهما سميت الأشياء بغير اسمها لا تخرجها عن حقيقتها ولا عن أصلها، فالأسماء والمباني لا تغير الحقائق والمعاني. سمي الخمر مشروبات روحية، هل تغير الحكم؟ ما تغير. سمي الربا فوائد، هل تغير الحكم؟ ما تغير. العبرة بالمعنى. مع تحيات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بقيق، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.